موضوع آخر، موضوع كلش حلو، إنساني بحت. شاب من البصرة اسمه علي مهدي حلاق. هذا الشاب اللي من البصرة حلاق، طبعا بدأ يمارس هذه المهنة، مهنة الحلاقة، من سنة 2012 ولغاية الآن. تمام. خصص أو عنده محل للحلاقة مخصصة فقط للفقراء والأيتام. دا يقول انه أنا من ذاك الوقت اللي هو من سنة 2012 ولحد الآن ما ياخذ ولا فلس من أي فقير أو محتاج، أو اليوم يتيم يقوم بحلاقته ويزين شعره بشكل مجانا. يقول انه أنا خصصت محلي لهذه الفئة اليوم يلي يعني ما عندهم. طبعا خلي احنا وياكم نقرا التفاصيل وايضا نشاهد الصور لهذا الشاب اللي اسمه علي مهدي، اللي هو حلاق من البصره، اللي بدا يمارس مهنه الحلاقه مثل ما ذكرت من سنه 2012. طبعا هو يذكر: تستحي تجي اني اجيك وبخدمتك، وايضا تارك رقم موبايله. يقول اني علي مهدي حلاق من البصره، بديت امارس المهنه من سنه 2012، باب محلي مفتوح للفقراء والأيتام مجاناً. طبعاً علي خصص يوم بالأسبوع للي ما يقدر يزوره، خلي نقول للي عنده عزة نفس ودائماً يذكر هذا الشيء، يستحي بالضبط. صحيح. يروح لهم على دراجة النارية حتى يقص شعرهم ويزينهم. يقول أنا أبلش بالحلاقة المجانية من الساعة 12 الظهر ولحد الأربعة العصر، وأزين بعد حسب اللي ألقاهم بالطريق. أكو واي ناس ما تقبل وتخاف من هذا الشيء، عبالهم إنه أنا عندي شيء. لا، أنا بالعكس مسكين، أحب أساعد الفقير والمحتاج. وفعلا اليوم هواي أكو ناس تخوف من هذا الشيء، لكن اليوم ولد الخير هواية. طبعاً الناس فيه اللي عندها ضمير وتحب تساعد. صح. موجودة لحد الآن، مثل ما يقول لك لو خليت أهل الرحم موجودين. أكيد أهل الرحم موجودين. طبعاً. ربي يبارك بي لهذا الشاب من البصرة الحلاق، طبعا يلي مخصص محل خاص فقط للفقراء والأيتام. خلينا نشوف احنا وياكم صور هذا الشاب علي مهدي الحلاق. طبعا هذا رقمه مخلي باب المحل. حبيت ما تستحي تجي اني اجي. بالضبط، كلش حلوه. يعني مسوي هاشتاج حلو. بالضبط، هذا هو الحلاوي بدراجته النارية لبيت اي شخص فقير يتيم يقوم بحلاقته ومساعدته، وحتى اللي يشوفهم بالشارع. هاي يعني حتى المارة من الناس اللي يشوفه يحتاج هالمرة. مبادرة كلش حلوة من قبل هذا الشاب البصري، فربي يعطيه الصحة والعافية وربي يرزقه إن شاء الله، لأن اليوم هذه المبادرة كلش حلوة، ونشوف خاصة بهذا الزمن. أبي الكرسي الخاص. بالضبط، يعني بهذا الزمن كلش محدودين ومعدودين اللي يقومون بمبادرات. صح. إنسانية، ويقومون بمساعدة أي شخص محتاج. واللي عندهم هاي الرحمة. بالضبط. يعني إحنا الرحمة موجودة عندنا، انه من بين ناسنا واهلنا. يعني علاوي الشاب اللي هو من البصره يعني وبهذا العمر اللي مقدم هذه المساعده، والهاشتاج اللي تستحي تجي اني اجيك وخلي يعني رقمه. بالضبط، وهذا اليوم اللي مخصصه ويقول اي شخص يستحي، لانه تعرفين انه اكو بعض الفقراء. احنا كنا فقراء نفس. على فكره الله الغني وحده. صح. احنا كنا فقراء، الغني الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ف شنو الموضوع الحلو عنده؟ انه هو اي شخص يستحي يجي. فهو يروح الدراج. حبيت هذا الموضوع. حلو، كلش حلو. حبيت هذا الموضوع. شنو محضر لنا موضوع بعد؟ الله يوفقك، الله يوفقك. الموضوع